على قضية الساعة بين تونس ومصر، قضية حمدي النجاز، مسلسل أطول تقريبا من لازم، أكثر من ساعتين. المسلسل هذا ما حبش يوفى، قلنا وفاء بعودة اللاعب لناديه الزمالك وفضل إشكال، لكن يبدو أنه جديد في الموضوع هذا بعد حكم المحكمة، محكمة التحكيم الرياضي الدولية اللي فائتت نادي الزمالك في القضية. في متطورات في الموضوع، برشا تساؤلات حول مصير حمدي النجاز، مستقبله مع الفريق. فما شكون يقول حتى باللغة المصرية اللاعب ضحك على نادي الزمالك. باش ناخذ أكثر تفاصيل من عند زميلنا الإعلامي المختص في أخبار الزمالك، خاصة أحمد شوقي صلاح. أحمد أهلا بيك. أهلا بيك، أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. أخويا باش ناخذ عندك تحدي، أنا كنت نحكي معاك في الأوف، تحكي بالباهي بالتونسي، تنجم تعدي المداخلة الكل بالتونسي ولا لا؟ يعني أحاول بس الموضوع صعب شوية. صفا الحمد لله. باهي أحمد، تطورات كبيرة في ملف حمدي النجاز بعد ما فاز نادي الزمالك بالقضية نتاعو، تقريبا الغاء الحكم تماما، تحميل اللاعب كل المصاريف التقاضي. شنو الأخبار داخل القلعة البيضاء؟ يمكن القرار جاء مفاجئ بشكل كبير بعد ما المحكمة الرياضية قررت رفض الدعوة اللي كان أقامها حمدي النجاز ضد نادي الزمالك، وبناء عليه تم تحميل اللاعب مصاريف القضية اللي قدرها 3000 فرنك سويسري. يمكن ردود الأفعال في نادي الزمالك جاءت رد فعل رسمي ورد فعل غير رسمي. رد الفعل الرسمي هو أن الأمور تمت بناء على الاتفاق ما بين الطرفين، وأن التنازل بتاع اللي تم توقيعه فور عودة حمدي النقاز هو اللي حل الأمور. لكن في نفس الوقت المحامي السابق للزمالك اللي كان متداخل في القضية، أنت عارف أن القضية دي كانت من المجلس السابق بتاع الأستاذ مرتضى منصور قبل أن يرحل ويتم تجميد المجلس، تواجد مجلس آخر أولا بعد ذلك، وتم تغيير المحامي الخاص بنادي الزمالك. المحامي اللي كان موجود في نادي الزمالك وقتها في القضية هو أحمد عبد الفتاح، هو محامي مصري مقيم في دولة الإمارات، قال أنه لا، أنه ده حمدي خسر القضية وليس له علاقة الأمر بالتنازل. يمكن أنا تواصلت مع أكثر من مصدر داخل نادي الزمالك، أكد لي وقال لي أنه يعني القرار ده جه، أو نادي الزمالك اتخذ القرار بالتنازل لإنقاذ نادي الزمالك من وجهة نظرهم أن القرار أحمد لم يتم. باش نوضحوا النقطة هذه، فما شكون قال خاطر الصلح اللي عملوا النجاز مع نادي الزمالك هو ساهم باش يكون الحكم بالطريقه هذه؟ التصريح الرسمي، من انيس دبي. التصريح الرسمي هو التصريح، الرسمي من اداره الزمالك، قالوا انه التنازل او التصالح اللي تم بين الطرفين تم في اللاعب صاحب الشكوى بتاعته، والزمالك سحب الاستئناف، وبناء عليه المحكمه الرياضيه قالت ان ما فيش بقى ايه حاجة ناخد عليها حكم وخلاص، الأمور تمت تحلت ما بين الطرفين وبناء عليه الموضوع اتحل. المحامي السابق كذب هذا، قال مش صحيح، حكى قال مش صحيح أحمد عبد الفتاح، وقال لا، لأن القضية لو كانت كده أو كان تم بالتنازل كان هيبقى اسمها وقف الإجراء، وقف إجراء القضية وليس إصدار حكم. يعني خلاص القضية توقفت، مش إن هي خلاص يتم الحكم فيها. يمكن نادي الزمالك لما تواصلت معاهم هم قالوا، يعني قالوا احنا ما ارتكبناش اي خطا، احنا تعاقدنا على اللاعب بناء على حاجتين. الجزء الاول هي الرغبه الفنيه من مدريد كارتيرون اللي قدم طلب رسمي للتعاقد مع حمدي النقاز، وكان وقتها هو شايف ان هو يعني اضافه للفريق، خصوصا ان كان وقتها حمدي المسوسي ما كانش وصل للتوب فورم زي ما بيقولوا مع الزمالك، ويمكن حمزه كان مر بفترات صعوبه كبيره جدا، وفي اخر مباريات مع الزمالك تالق بشده وعاد للمنتخب التونسي. بالاضافه الى النقطه الثانيه، وهي انه الزمالك لما خد القرار بتصالح مع حمدي النقاز بالاضافه للرغبه الفنيه، هو انه تم استشاره محامين اكدوا لاداره الزمالك ان الزمالك ما فيش فرصه انه يكسب القضيه، وانه الحكم هو انا سمعت ممثل من الزمالك تقريبا ظهر لك مشغلت مع ميدو في برنامج وسط اللبس، قال انه معناها الحكم في اقصى الحالات كان ينجم يتم تخفيضه، لكن انه الحكم يتلغى اصلا مع جمله وتفصيل، معناها كان هذا مستبعد جدا. هو ده اللي كان مستحيل من وجهه نظرهم، وجهه نظر محامين الزمالك اللي ابلغوا بيه اداره الزمالك وقت المفاوضات انه الافضل حل الموضوع بشكل ودي مع حمدي النقاز، عشان خاطر حمدي يا هيتم تاكيد الحكم والحصول على 1.3 مليون دولار، او حد اقصى انه يتم تخفيض
الفلوس ل 800 او 900 الف يورو، فاصبح انه الافضل هو التنازل والتصالح، وهو ما تم بالفعل. فعشان كده اداره الزمالك شايف ان هي ما ارتكبتش جرم، بالعكس هي حاولت تحافظ على حقوق الزمالك. انت عارف ان الزمالك عنده مشاكل كتير في المحكمه الرياضيه كاس، ووصلت الموضوع لايقاف الزمالك من قيد صفقاته الجديده، والامر حتى الان لم يحسم. فكانوا هم وقتها بيحاولوا يحلوا كل الامور، وتم حل مشكله اللاعب حسام اشرف اللي هو سبب منع القيد بشكل ودي مع فريق احد الاكاديميات اللي في الكاميرون، بالاضافه للاعب السابق لفريق اتشن بونج، تم حل الامور معاه وديا. فالزمالك كان بيحاول يحل كل الامور اللي وصلت المحكمه الرياضيه عشان يثبت المحكمه الرياضيه انه يعني الامور بتتطور للافضل، فشيله من الزمالك وحسن النيه، وان في صوره طيبه للنادي في الوقت الحالي مع الاداره الحاليه، فيتم رفع القرار بمنع الزمالك من الانتدابات وقيد الصفقات الجديده. اللي صار هذا التحول الجديد نجم ياثر على علاقه اللاعب مع النادي؟ بص يعني عشان بقى بنتكلم بصراحه، الامور غير واضحه حتى هذه اللحظه، لكن يعني الجهاز الفني واللاعبين بيتعاملوا مع حمدي النقاش بشكل طبيعي، وان هم مش طرف في الموضوع، واداره الزمالك نفس الامر، خصوصا اداره الزمالك هي عندها المشكله الاكبر، هي ان هي اصلا حلت الموضوع ومش قادره تأيد اللاعب لان علينا حق. فدي مشكله ان انت عندك الزمالك ابرب ثلاث صفقات، هو لاعب التونسي حمدي النقاز وعمر كمال عبد الواحد من نادي المصري البورسعيدي، والمدافع محمود شبنه من نادي اسوان، والثلاثه الزمالك مش قادر يأيدهم، بالاضافه ان حتى في كلام على الاشكاليه بخصوص سيف الدين الجزيري، لان هو كان معار في نادي الزمالك الموسم الفارط، وتوا الزمالك اشتراه بشكل نهائي، فالمفروض انه هيبان اذا كان اللاعب بيحق للزمالك ان هو يعني زي ما بقول لك يقيده، ولا هو برضه هيتحكي بصفقه جديده. فالزمالك حتى بيستفسر من اتحاد الكره عشان يعرف موقف اللاعب، اذا كان يحق ان سيف الدين الجزيري يكون عالي موجود مع الفريق حتى لو ما تمش حل الازمه، ولا هيبقى برضه مشكله جديده في نادي الزمالك انه هيبقى مضطر يبحث على اعارات للصفقات الجديده من ضمنهم سيف الدين الجزيري. امكانيه بالنسبه مئويه يعني يترفع منع الانتداب منع القيد في الزمالك، قديش نسبه مئويه توصل ولا صعب الامور؟ وقت تشوف الميركاتو في مصر؟ في مصر هيغلق يوم 7 اكتوبر، فانت بتتكلم في حوالي اسبوعين. الزمالك في الوقت الحالي بيحاول يتواصل مع المحكمه الرياضيه، وبيحاول يبعث لهم ايميلات، وبيحاول برضو اتصالات هاتفيه مع بعض المسؤولين، ان هو يحاولوا مع الفيفا ان هم يحاولوا او المحكمه الرياضيه ان هم يحاولوا يسرعوا الامور عشان يتم يعني تحديد جلسه لاستئناف نادي الزمالك على القرار اللي هو ضده. لكن حتى الان مفيش حاجه، او مفيش حاجه تقدر تقول او ميعاد الجلسه اتحددت. فانا شايف بما ان احنا حتى الان مفيش معطيات، فاذا الامور ممكن تبقى 80% الزمالك هيمنع من الانتداب على الاقل في الحال الجاي. ما فماش سيوله احمد في الزمالك، ما فماش اموال. لا في فلوس، ما هو الزمالك محل الموضوع مع حمدي النقاز ده له فلوس، ومحل الموضوع مع حسام اشرف اللاعب الصاعد اللي كان سبب الازمه اصلا مع احد الانديه الكاميرونيه، ادى النادي فلوسه على دفعات، بس هو في فلوس بس. هو طبعا مش هو تقريبا الموضوع هذا كان صاير مع النادي الافريقي في تونس احمد، ما دام في فلوس يعني تخلص اللاعبين والعباد اللي تسالك فلوس ويترفع منع الانتداب ولا؟ لا لا لا، ليه بقى؟ لان الموضوع مقسوم لحاجتين، الجزء الرياضي تمام والجزء المالي. الجزء المالي انت بتحل مع النادي، لكن المحكمه، لكن غرفه فض المنازعات في الفيفا عاقبتك اصلا عشان القضيه نفسها، مش مجرد مش الموضوع مرتبط بانك تدفع الفلوس. في قضايا كتير بيبقى ايه، ان انت تحل تدفع الفلوس خلال 60 يوم ويتم القرار. لا، هم مدينك عقوبه منع من الانتدابات، بالاضافه ان انت لازم تحل مشاكلك. واضح. فده الوضع المختلف لبعض الاشخاص مش فاهمينه بالنسبه للقضيه بتاعتنا. واضح. ردود الافعال تو انت اعطيتني روايه رسميه من الزمالك شنو قالوا، اعطيتني المحامي السابق لنادي الزمالك شنو قال، نحب نعرف الجمهور كيفاش تقبل الكلام اللي صار وربح الزمالك القضيه مع حمدي النقاز. لا طبعا يعني جمهور الزمالك في جزء منه طبعا غاضب بشده، وشايف انه القرار كان متسرع، هو مش متضايقين من الموقف قد ما هم متضايقين منه الموضوع، زي ما بيقولوا ايه، زي ما انت بتقول اتضحك على الزمالك بشكل او باخر. بالضبط، هذا الكلام يتقال، لكن في نفس الوقت في ناس شايفه انه كان مهم ان الزمالك يحل كل المشاكل بتاعته، لان الموضوع زي ايه يعني
معلش في اللفظ حاجة زي قمار، يا إما كنت أكمل في الموضوع ويخسر يكسب، ولاقي نفسي لبست المليون و300 ألف دولار العقوبة بشكل نهائي، أو إن أنا أحل بشكل ودي. فالزمالك اختار زي ما بيقولوا الحل الأفضل من وجهة نظره، بناء على النصائح من محامين الزمالك إن يتم حل الأمور بشكل ودي، ومحدش كان متوقع إطلاقا إنه الموضوع يتحل وإنه اللاعب يخسر القضية بشكل او باخر. في الوقت اللي بياكد فيه حمد النقاد برضه، باكد مره ثانيه وثالثه، والمحامي بتاعه بالاضافه للروايه الرسميه للنادي، ان اصلا التنازل هو حل الموضوع. نكمل معك احمد اخر سؤال، كيفاش تقبل نادي اداره الزمالك؟ هي كان فما موقف رسمي بخصوص اللي صار الكلاشيت خاصه في الانستغرام بين حمدي النقاز وحمد المفلوسي، هل كان فما موقف رسمي من الاداره؟ لا مفيش اي موقف رسمي، لان الكلاشات والكلام ده كله ما كانش حد بيوجه للتاني رسائل. معلش انا واضح واضح مش واضح، بس ما اقدرش امسك حاجه بشكل رسمي، واحد كاتب على حد واحد كاتب الكلام ده كله، فما حدش يمكن هو كل الكلام، هما حتى الاثنين موجودين مع بعض في المعسكر في الزمالك، وما فيش اي مشاكل حصلت. سيبك من الكلام اللي عدت اللي كان وقتها حصل في اول كام ساعه، وبعض المغردين اللي حاولوا يشيلوا الفتنه، يعني انا ما اتمناش باعتبار انا راجل محب لتونس ان يبقى فيه مشاكل ما بين اثنين توانسه او ولاد بلد واحده حتى موجودين مع بعض في مصر، ان يبقى حتى هما في نفس الفريق عشان خاطر منافسه تبقى تبقى داخل الملعب فقط لا غير. لكن اداره الزمالك ما عملتش اي حاجه مع الاثنين، لان ما حدش فيهم وجه الكلام للاخر بشكل صريح او مباشر. وقتها اداره الزمالك تتدخل، لكن زي ما بقول لك ايه، مش هيدخل في النيه يعني. اوكي انت بترمي انت بتقول كلام او بتحاول تشير بشكل او باخر، لكن مفيش حاجه واضحه. ولكن في قرار انه او المؤكد انه اي حد هيحاول يتجاوز بشكل الاخر باي طريقه من الطرق، وده هيبقى في موقف قوي من اداره نادي الزمالك. في حال تاكد عدم انتداب الزمالك للاعبين، باش يتم التفريط في الجزيري والنجاز لفرق اخرى مصريه، ولا مازال مش واضح؟ انا قلت لك هو موقف في الجزيري، ان الجزيري حتى الان الزمالك بيخطط باتحاد الكره عشان يعرف الموقف بتاع اللاعب، لان اللاعب هل هو عشان معار وتم شراءه بشكل نهائي هيكمل بشكل طبيعي مع الزمالك ولا لا. فالزمالك مستني زي ما اقول لك الفتوى من اتحاد الكره المصري اللي هيوقف الموضوع. انا اخد بالك الدوري المصري حتى الان ما تحددوش رسمي ميعاد بدايته، ولكن الانباء اللي بتقال ان هو في اخر شهر 10 او اول شهر 11، وفي توقف بتاع كاس العرب اللي هيبقى في قطر. فكل الماتشات اللي هتتلعب لغايه يناير الجاي في مصر هو 5 أو 6 أسابيع فقط لا غير. فالكلام اللي بيتقال ان ممكن الزمالك وقتها ينتظر وما يطلعش حد من اللاعبين اعارات لغايه ما يشوف القرار بتاع المحكمه الرياضيه، لو الانتداب لفترتين فهيبقى وقتها ممكن في يناير يطلع اللعيبه بتاعته اعاره. واضح، يعطيك الصحه، شكرا ليك. سواء حمدي او الصفقات الاخرى واضح، يعطيك الصحه، شكرا ليك احمد على كل هذه التفاصيل مدتنا بها بخصوص اللي صاير في الزمالك واللي يهم خاصه اللاعبين التونسيين. شكرا ليك، شكرا ليك، ربنا يخليك، شكرا. اكيد الفيديو اللي فاتكم كلام احمد شوقي زميلنا الاعلامي المصري المختص في اخبار الزمالك نجم يرجع على صفحتنا اكسبريس اف ام ولا اكسبريس سبور، يلقى كل التفاصيل حول ما قالوا بخصوص موضوع حمدي النقاز والزمالك سيف الدين الجزيري ومستقبله والكلاشيت كما قلنا اللي صارت مع حمزه المفلوثي. موسيقى الاخبار وبعد مكملين في البلاي حتى الاربعاء.